بيكم في حلقة جديدة من برنامج نفسك في ايه؟ هو انت نفسك في ايه؟ ونفسي ان انا احقق احلامي وابقى ممثلة وفي نفس الوقت هموت واطلع ضابط. يعني لو بطلنا نحلم نموت يعني، بس الحمد لله بنحلم حلو قوي يعني. السنة دي انا نفسي اسمي يتعرف، اخد نفسي وافصح. انا حاجة ان انا اعيش مبسوط واموت وربنا راضي عني. لا مفيش. لا مش موجود. لا ما تلاقيش. ما بتحلمش؟ ليه ما بتنامش؟ ابقى رجل اعمال. اعمال؟ هو احنا فينا من السحر والشعوذة؟ خلص جيش على خير. مش عارف الصراحة، مش عارف، بس بحاجة حلو. كل واحد فينا أكيد عنده هدف. طب يا ترى إيه هو هدفك؟ الهدف العام في الحياة إن أنا أول حاجة أبقى راضي ربنا يعني. هدف هو التمثيل. يا راجل مش عارف الصراحة. أيوة اللي هو إزاي يعني؟ كل تعيش في سلام وأمان. ماشي. ولادي أحسن حال. أوصل لمكانة كويسة يعني، مش هبقى ممثل مشهور ونجم سوبر ستار يعني، نفسي أبقى ممثل كويس يعني، نفسي يشاوروا عليا يقولوا ممثل كويس. أكيد مفيش أكوس من اللي إحنا فيه. صراحة معايا حتة عجلة كده، بتمنى تبقى لانج روفر السنة الجاية. ايه ده؟ معقولة؟ ان اختي ترجع لي في الحياة؟ ان يبقى لي اسم بإذن الله. هنطور نفسنا ان شاء الله في السنة الجاية بإذن الله يعني. ماشي. انا كان معايا توك توك وبعته. هدفي اني ان شاء الله احقق امنياتي اللي انا بتمناها، ان انا اكون حد في جدار الشغل يعني، في شغلي اكون حد ناجح. ويا رب تكونوا اتبسطتوا معانا، واشوفكم في حلقه تانية. باي باي.